بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي. البروتوكول ده هدفه توفير كل الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية لجميع المواطنين اللي تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد أو المعاش، وده كان استجابة لمطلب عمال مصر اللي سابوا شغلهم وهم في سن العمل محتاجين رعاية طبية. ده حقهم اللي بتكفله الدولة وبيكفله القانون. تعالوا نتعرف أكتر على تفاصيل هذا البروتوكول ما بين هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة الدواء والتأمين الصحي المصرية مع سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير على جمهورك الكريم. صباح. حابين في البداية يا فندم نعرف تفاصيل كده عن البروتوكول اللي تم توقيعه مع هيئة التأمين الصحي، أهم الملامح، أهم النقاط الخاصة بهذا البروتوكول، وإزاي هيتم التعاون في المستقبل. هو الحقيقة يعني طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، كان في مشكلة كبيرة موجودة إن الناس اللي بتطلع أو بتنتهي خدمتها قبل بلوغ سن المعاش ولم يتوفر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون المعاشات الجديد. يعني واحد عنده 50 سنة مثلا وترك العمل لأي سبب من الأسباب. الحقيقة بيبقى أثناء العمل بيسدد اشتراكات التأمين الصحي ومستفيد بخدمات التأمين الصحي. لما بتنتهي خدمته بيقف البطاقة بتاعت التأمين الصحي بتاعته. طيب الفترة بقى من سنه هو 50 سنة لغاية 60 سنة هو مش مغطى طبيا. فنعمل ايه علشان خاطر نمد الحماية، حماية التأمين الصحي ليه؟ فالحقيقة اشتغلنا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد السيد ضاحي، وبستغل الفرصة وبشكره على تعاون مثمر وبناء. اشتغلنا 4 شهور وصلنا الى اتفاق ان ممكن المواطن ده يتقدم الى اقرب مكتب تأمينات بالقرب من محل سكنه ويسجل اشتراكات التأمين الصحي عن مدة سنة. دي هي المفروض ان الاشتراكات دي 56 جنيه في الشهر، ففي السنة يبقى 672 جنيه. بيسدد للتأمينات الاجتماعية الاشتراك بتاع التأمين الصحي، وبنطلع جواب للهيئة العامة للتأمين الصحي باستخراج بطاقة التأمين الصحي دي، وهكذا كل سنة متبقية لغاية سن الستين. عند سن الستين لما يستحق المعاش هنبدأ نحصل من معاشه المبلغ بتاع التأمين الصحي بصورة شهرية. فده الحقيقة كان مطلب من مطالب عمال مصر، والحمد لله تم الاستجابه بيه بفضل التعاون بين الهيئه وبين الهيئه العامه للتامين الصحي. طيب سياده اللواء، نقدر نقول ان العماله الغير منتظمه دايما عندهم المشكله بتاعه مين هياخد باله مني، مين هيأمني التامين الصحي، انا مش بستفيد منه ابدا. هل نقدر نقول ان العماله غير المنتظمه ممكن تكون موجوده او يتم تغطيتها من خلال البروتوكول ده؟ الحقيقه احنا لما وقعنا البروتوكول بتاع العاملين اللي انتهت خدمتهم قبل بلوغ سن ال 60، في نفس اليوم ده احنا عملنا بروتوكول اخر لتحقيق استفاده العماله الغير منتظمه من خدمات التامين الصحي. لكن عندنا العماله الغير منتظمه قطاع واسع ومتعدد ومتنوع. فقلنا هنفتح ازاي الباب للتامين الصحي؟ فقسمناهم الى قطاعات. خدنا اول قطاع اللي هو قطاع العمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الملاحات والمهاجر، وقلنا دول المفروض بيدفعوا في الشهر 154 جنيه بتوع اشتراكهم في نظام التامينات الاجتماعيه زائد اشتراكهم في التامين الصحي. صحيح. واحنا عندنا على قواعد بيانات الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي حوالي 300,000 من عمال المقاولات اللي هم عندهم وعي تاميني ومهتمين وواخدين بالهم لاسرهم
عشان لو لا قدر الله حصل له اي حاجه الهيئه بتتدخل وتصرف معاش سواء دي او لاسرته. هو التامين ده يا فندم، يعني عفوا المقاطعه، التامين ده مش بس بينسحب على الشخص المؤمن عليه اللي هو عامل او غيره، لكن كمان اسرته بتستفيد بالمظله التامينيه. بالظبط، لان لو حصل وفاه لا قدر الله لاحد العمال، ما انت عارف حضرتك لو لا قدر الله حصلت الوفاه او العجز بسبب العمل، وكان عنده مده اشتراك 3 شهور فقط في نظام التامين الاجتماعي، هياخد معاش بتاع الاصابه ده حوالي 2030 جنيه شهري لاسرته، وهذا المعاش هيمتد صرفه طبقا للقواعد المعمول بها في المعاشات لزوجته ولبنته حتى تتزوج ولابنه لغايه ما يوصل سن ال 26 سنه. فالعديد من المزايا متوفره لعمال المقاولات. احنا خدنا 300,000 اللي موجودين على قواعد بيانات الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، وبنقول له لو سمحت توجه الى اقرب مكتب تامينات، بياخد جواب من عندنا بيقول ان هو مسدد الاشتراكات بتاعته، ويطلع للتامين الصحي يستلم بطاقه التامين الصحي بتاعته. طب سيادة اللواء، التامين ده هيغطي ايه؟ يعني مسموح له انه يعمل ايه في التامين؟ ايه اللي يقدر يغطيه من خلال هذا التامين؟ كل حضرتك بتتكلمي على التامين الصحي؟ ايوه. التامين الصحي، تكلفه الكشف الطبي، تكلفه التحاليل، الاشعاعات، العمليات الجراحيه، هو كده بقى مؤمن صحيا. الدواء لو لا قدر الله ما عنده مرض مزمن او حاجه، الدواء فصرف الدواء مجاني. فاحنا الحقيقه البروتوكولين دول يعتبروا نقله في الجمهوريه الجديده. يعني جميل، يعني فرصه وجود حضرتك معانا سياده اللواء. هيئه التامين الاجتماعي طبعا ليها دور مهم جدا، لو عرفنا كده بلغه الارقام انه بيتم صرف حوالي 250 مليار جنيه ل 10 مليون مواطن المعاشات. المعاشات ملف صعب جدا وتحدي كبير جدا في هيئه التامين الاجتماعي. لو حابين نعرف من حضرتك ازاي بيتم التعامل معاه وازاي بيتم مواجهه مثل هذا التحدي. هو الحقيقه القانون الجديد بتاع التامينات اللي بدا تطبيقه في 1/1/2020 انشا هيئه مستقله لاداره اموال اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. منظومه التامين الاجتماعي منظومه ضخمه جدا في مصر، زي ما حضرتك تفضلت وقلت حوالي 10.6 مليون مواطن بيصرفوا معاشات من الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، بالاضافه الى ما يقرب من 14 مليون مواطن هم مؤمن عليهم حاليا، هم لسه في سن العمل وبيدفعوا الاشتراكات وهيتحولوا مع الوقت الى اصحاب معاشات. فهي منظومه ضخمه، القانون كفل ليها الاستقلال الفني والمالي والاداري. بنشتغل على تعظيم ايرادات الهيئه وترشيد نفقاتها. صحيح. بحيث ان احنا نحقق فائض، يعني العام المالي المنتهي في 30/6/21 احنا الحمد لله من ثمار فض التشابكات الماليه مع الخزانه العامه وبنك الاستثمار القومي، ان احنا لاول مره نحقق فائض 110 مليار جنيه. الفائض ده يا فندم اللي بنسميه مال الاحتياط التأمين، في سنه واحده الحمد لله كان الفائض 110، مجموع الفائض في 30/6/21 حوالي 473 مليار جنيه. هتقول لي طب ايه فايده الرقم ده او ايه لازمته 473 مليار جنيه فائض في اموال التأمينات؟ اقول لحضرتك الفائض ده ضمانه لتحقيق الاستدامه الماليه. صحيح. لنظام التامينات الاجتماعيه في مصر. صحيح. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني الحمد لله ان يبقى نضمن ان ما يحصلش عجز في يوم من الايام، عجز نقدي. صحيح. يبقى في استدامه لصرف المعاشات، وطبعا توجيهها في يعني فروع كتيره جدا لتوسيع مظله التامين الاجتماعي. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، على كل هذه المعلومات.